الماكينة صارت حر. تونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طلعة بحرية، رايحين سوق السمك نشي طعوم والسلماني ونبي ناس يقربون من هذا المنظر. خويك انا صديقك انت قوي غصبا عنك. ما شاء الله عصمود كبير. كفو 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 العصمود. هلا ما شاء الله دخل بعينهم. عاد داك يا عيال واحد واحد عصمودي. انا مو جايب عصمود قبلك طيب واحد صفر دحين واحد واحد. هذا بالعصمود حسبته؟ ايوه بالعصمود. عندك بهار. اي واحد صفر بالبهار. لا لا احسبها بالبهار. واحد صفر بالبهار. طيب خلاص مبروك. بكره موعدنا الصباح. شوف شوف انا محنك اقول لكم من جبت ترسيل شعور ترسيل. ولو ما جبته كرسيد كرسيد لا مو اشوف والله كرسيد لا مو كرسيد والله كرسيد بس باقي له شويه والله كرسيد والله الله اني محنك عيال يا دابو صدعت براسي راسي راسي كبد دكه وتلعب اساسي ساسي ساسي خلنا ننام ونصحى بكره بدري 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 اليوم صحينا وطلع الصباح الان انا مصحصح ولا في دوخه ولا في شيء للاسف شديد صحينا على هذا النهر ما شاء الله ايش قاعد نسوي طلعت نيم ونيح انا كل الحياه سيرفايفل في البحر الله يخليك كفو 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 الله اشد عليك لا لا تشد لا تشد لا تشد والله جالس يسحبك كذا انت تسحبه كذا يسحبه كذا يسحبه ما شاء الله ما شاء الله لا شكله ان شاء الله ما يفلت ان شاء الله ما يفلت عمق 100 شد 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 بالدرج شويه انا اسحبه يسحبني لا تسحب شنو هذا مسك على 50 بالله وشوف وين سحب ما شاء الله كبير اشد الدراج زياده خلي لا 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 خلي لا 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 ينزل اكثر شد حيل ايوه اشد الدراج لا ايه كذا يطلع اوب 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 لا شكله والله ما هو بسيط اوه حرقني شو يا عيال العرق ايه كذا يطلع 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 اوه الماكينه صارت حاره الماكينه حاره جيب مويه جيب مويه اوش هلا والله لو مو سمكة كبيرة بأفقد أمل بالماكينة لا لا سمكة مرة كبيرة بس أهم شيء ما يكون قرش إن شاء الله تكون جاهز لا موقف القروش تسحب والله سحبتك هذه أنا أعطيه على جوة بس عشان لا يفك وإن أنا أشد أمه خليه الآن يطلع لك خلي خلي باين من العرق باين تعطيه على جوة باين يلا ابغى اشوف حاجة هنا كبيرة هاي هاي قرب 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 ما شاء الله يلا يلا بيدك ايوه لم 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 الا الا شد عليه زي لا 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 تشد عليه يمكن يقطع في الاخير مو قرش مو قرش بياض ممكن بياض لا مستحيل بياض مو تحت والله شكله تونه يا ولد
خش الله تونا 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 لا يشرب تونا لا يشرب تونا ما شاء الله ما شاء الله اسحب 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 امها من عينا تونا 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 واو هدي 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 الورد هلكت اهلها هلكتها ما لها حيل حتى تفرفص تونا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله كفو تعالي يا قلبي تعالي حبيب قلبي انا لله الحمد طلعنا هذه التونه العنيده مو مره عنيده لكن شوفوا هذه الطريقه نقطع الخياشيم حقتها خليها بالطريقه دي ان شاء الله الان يتصفى الدم ويصير لحمه كويس شوف الطير الجميل هذا شوف 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 عشر دقائق لفلف هنا نقرب له اكل ولا مويه ما شاء الله دبل استرايك عندي عند وليد والله شيء قوي ان شاء الله ما يفوت والله مره جالس يسحب عندك يلا اثنين اي 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 هد اللعب هد اللعب تعب 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 اللي عندي ايوه 150 حتى انا لا فك لا يا شيخ بالله فك متأكد قهر ما شاء الله ما شاء الله ما يفك هذا ان شاء الله والله في شيء يسحب العمد الحين 82 ارفع ارفع بسرعة ارفع بسرعة ارفع بسرعة تعال تصور يلا كم العمق كبير خلاص وصل وصل 17 شوفوا جاء 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 ما شاء الله والله كبير يا عيال انت بانا اول كان دورك الان دوري قرش شكله صح لا لا تونة 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 والله تونة والله تونة ما شاء الله على الاقل عرفنا نوعها لو فكت اكبر من حقتي ما شاء الله ايه ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتبه لك ما انت انتبه لو راحت ارميك وراها لا 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه كبير اكبر ما شاء الله ما شاء الله دب دب نزلها تحت نزلها ايش نزلها هنا هنا نزلها حتى نزلها كذا يا سلام يا سلام انت ما طعنت حطيت على الراي كذا عشان لا يخرب وهو ما شاء الله الحمد لله كفاك حلوه ما شاء الله والو حقتي جت اوف كان كذا استراق كبيره 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 اكبر دبه يلا باي باي الله سلموا لي كذا انتهينا من فلوق هذا اليوم وان شاء الله كان فلوق خفيف لطيف والحمد لله اللي الشيء ما توقعته ان نصيب اثنين من الوحوش هذولا احنا كنا خلاص بنرجع بوحده بس الثانيه جت من حيث لا نحتسب ما شاء الله وهذه اسمها تونة باللهجة العامية لكن لها اسم ثاني هي الدكتور أقول لكم ليه؟ عشان أسنانها زي الكلب سبحان الله